قررت السلطات العليا للبلاد دمج كافة مصانع التركيب السيارات والعربات الصناعية في شركة عمومية واحدة تسير 40 مؤسسة بعد دراسة وموافقة من طرف مجلس مساهمة الدولة، وهي الشركة نفسها التي ستتكفل بعملية تسويق لفائدة الزبائن. وقد تم الكشف عن هذا القرار ضمن السياسة العامة للحكومة والذي نوقش وصدق عليه من طرف مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد مجيد تبون خلال آخر اجتماع له من أجل إعادة بعث النشاطات المتوقفة والتي صدرت بشأنها قرارات قضائية سمحت بضمها أو تحويلها إلى شركات عمومية، وهذا بعد مرور فترة طويلة من قرار تجميد واردات السيارات من الخارج وتوقف مصانع تركيبها على الصعيد المحلي بسبب متابعات ملاكها بقضايا فساد. وضمن نفس الإطارات الدائمة والرغبة منها في إعادة بعث نشاطات المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية، فقد وضعت الحكومة حيز التنفيذ التدابير الضرورية لتسريع عملية تحويل الأملاك التي تمت مصادرتها إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، مما سمح بالحفاظ على 9000 منصب شغل. وفي هذا الإطار عقد مجلس الدولة 7 دورات توجت بتوصيات قضت بتحويل أصول ممتلكات 14 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري في عملية لا تزال جارية بالنسبة لباقي الأملاك التي تمت مصادرتها. وكما العادة خوتي اللي بغيت أكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.